أبتي. جدي معه جدتي، ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة. جدتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار وتعين جدي في الحق، تحلب معه الأبحار. مرحبا 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 أحبائي، وشكم يا أطفالكم ملاح؟ أكون فرحاني لكم هنا. برافو عمو ياسي تاني، وفرحان بزاف بزاف اللي راكم هنايا في هذا المكان الجميل. عجبتكم المزرعه؟ نعم. مكان جميل جدا. نعم. اذا نشوفوا الحيوانات اللي راهم هنا واصدقائنا. انا نحط صديقي هكذا. تعال تعال تعال. صديقي الجميل. اذا احبائي عمو يزيد راه مستضيفكم في هذه المزرعه الجميله، وانتم كذلك يا احبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما اصدقائنا اللي راهم هنا، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور في حصة مع عمو يزيد عليكم بشوية على الصبر، لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حبي يستضيفكم كامل 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 كامل. أحبائي واش رأيكم في بداية كل حصة واش نديروا؟ نستقبلوا بريد أصدقائنا الأطفال اللي يجيبهن صابر ساعي البريد. إذن استقبلوا معايا ساعي بريد، تعال وليدي، تعال 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 تعال. واش راك وليدي لاباس؟ واش جبت لنا صابر؟ صندوق البريد. البريد، بريد اصدقائنا الاطفال. اذا ضعه في علبه البريد صابر باش عمو يزيد من بعد يقراه لكم هنايا، وانتم الا حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم هنا، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. احبائي احبائي في هذه الفتره هذه يوم 30 اوت هو اليوم العالمي للاشخاص المفقودين. احبائي على بالكم اللي في العالم هذا كاين ناس فقدوا اعزاء وفقدوا احباء، بالمرات ما يعرفوهمش وين راهم. اذا لذا الامم المتحده داروا هذا اليوم العالمي. شكرا وليدي، شكرا صابر، يعطيك صحه وليدي، باي باي. شكرا شكرا شكرا. إذن احنا ماذا بينا كامل الناس يسيبوا مليهم اللي فقدوهم، وكامل لازم لم الشمل، احنا ماذا بينا الناس كامل كامل اللي فقدوا الأحباء يعودوا يسيبوهم ويتلقوا بهم. تحبوا الألغاز؟ اليوم جبت لكم لغز سهل، نظن بلي سهل. تعرفوا الدول العربية؟ ما راحش نقول لكم كم هي عدد الدول العربية، بالك تجيكم صعيبة، ولكن الدول العربية موزعة على كم من قارة؟ وما هي هذه القارات؟ بالكم أحبائي الدول موزعة على قارات. الجزائر في قارة إفريقيا، برافو. إذا راكم عرفتوا واحدة، كم من قارة تضم الدول العربية وما هي هذه القارات؟ يا أخي هذا هو السؤال، وانتم كذلك احبائي الى حبيتوا تجاوبوا على هذا السؤال، ما عليكم الا توجهوا الموقع على الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقه. اذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن أحبائي جاوبوا على اللغز، أنتم أصدقائنا اللي راهم هنا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز. حبيبي أنتم شاطرين، راح نشوفوا الإجابة على اللغز في الأخير. نروحوا دركا نكتشفوا حيوان جميل. تشوفوا الأحصنة اللي راهم هنا، تحبوا الحصان؟ إذن نروحوا مع الدنيا العلالي نكتشفوا هذا الحيوان اللي هو الحصان في حيوان اليوم. تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. إذا تصفيقة تصفيقة على الدنيا بنتي، تفضلي بنتي تفضلي تفضلي تفضلي.
الحصان أو الخيل هو من فصيلة الثدييات، وهو من الحيوانات الأليفة ومقرب للإنسان. تمارس رياضة ركوب الخيل عن طريق استخدامه. يجب أن تحظى الخيول برعاية خاصة، فهي تتغذى من الأعلاف والعشب وشرب الماء نظيف. يعتبر الحصان من أكثر الحيوانات السريعة. تستطيع الخيول أن تنام وهي واقفة دون أن تشعر بوجود أي ألم أو مشقة. لديها قدرة على الرؤية في الليل أفضل من الإنسان. تقوم الخيول بتعبير عن مشاعرها عن طريق تغييرات وجهها وتحريك أذنها وأنفها. تتكون عائلة الخيل من حصان والأنثى تسمى بالفرس والصغير بالمهر. يسمى صوت الحصان بالصهيل. برافو 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 بنتي، برافو برافو دنيا بنتي. إذن الحصان مقرب جدا للإنسان، هو رفيق الإنسان. عبركم أحبائي بكري قبل ما يخترعوا السيارة وكامل، عبركم الحصان كان عنده فضل كبير كبير على الإنسان. كانوا يتنقلوا عبر الحصان باستخدام الحصان لمدة قرون وقرون. يا أخي أحبائي برافو. ودركا أنا فاش نحب الحصان في رياضة الفروسية وكذلك في الفانتازيا، ركوب الخيل لما بالبارود وكامل، هذه من عادتنا احنا الجزائريين والتقاليد تاعنا. احبائي عمو يزيد لكم اغنيه جميله اليوم. اغنيه اليوم هي اغنيه بوبي كلبي الجميل. تغنوا معايا بوبي، يلا نغنوا كامل مع بعض بوبي. بوبي كلب الوديع، بوبي مرح سريع، بوبي كلب الوديع، بوبي مرح سريع. لا يعرف معنى الجفاء هو عنوان الوفاء، لا يعرف معنى الجفاء هو عنوان الوفاء. لونه باهي زاهي المنظر، فروه ناعم ذيله أصغر، لونه باهي زاهي المنظر، فروه ناعم ذيله أصغر، فروه ناعم ذيله أصغر. بوبي كلب الوادية، بوبي مرح سريع، بوبي كلب الوادية، بوبي مرح سريع. يقفز يلهث لما يلاقي ضيفا جارا يطرق بابي، يقفز يلهث لما يلاقي ضيفا جارا يطرق بابي. لا يتعب لا يعرف كللا، دوما يلعب دون ملل، لا يتعب لا يعرف كللا، دوما يلعب دون ملل، دوما يلعب دون ملل. بوبي كلب الوادية، بوبي مرح سريع، بوبي كلب الوديع، بوبي بوبي بوبي، بوبي مرح سريع. يقد حذر كلبي شاطر، فطن يحرس داري دوما، يقد حذر كلبي شاطر، فطن يحرس داري دوما، يحرس ليلا يخف نهارا، عينه ترقب كل مثير، يحرس ليلا يخف نهارا، عينه ترقب كل مثير، عينه ترقب كل مثير. بوبي كلب الوديع، بوبي مرح سريع، بوبي كلب الوديع، بوبي مرح سريع. جالس ينظر عند الباب يعرف كل الأصدقاء، جالس ينظر عند الباب يعرف كل الأصدقاء. كلبي بوبي كله حركة يفهم قصدي دون إشارة، كلبي بوبي كله حركة يفهم قصدي دون إشارة، يفهم قصدي دون إشارة. برافو 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 برافو. أحبائي أحبائي، الكلب صديق الإنسان يا أخي، يحرس البيوت يرافقنا يا أخي. أحبائي هو حيوان وفي يا أخي. أحبائي تحبوا ألعاب الخفاء؟ يلا نروحوا مع عموني نوز اللي جانا من مدينة الجزائر العاصمة بألعاب الخفاء. تفضل عموني نوز، تفضل 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 تفضل. إذن تصفيقة تصفيقة على عموني نوز، تفضل 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 تفضل.
برافو 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 أمونينوس، برافو برافو. عجبتكم ألعاب الخفة أحبائي؟ برافو. واش رأيكم نروحوا دركا في فقرة هل تعلم، نكتشفوا معلومة مع دعاء؟ تفضلي بنتي، تفضلي تفضلي دعاء. إذا تصفيقة تصفيقة على دعاء بنتي، تصفيقة تفضلي تفضلي بنتي تفضلي. مرحبا يا أطفال. هل تعلم أن الأشجار تحمي البيئة من التلوث وحد من ظاهرة التصحر؟ برافو 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 بنتي، برافو برافو. إذا أحبائي الأشجار تحمي البيئة وتحد من ظاهرة التصحر، يعني كلما الرمال تصعد وتغطي الأراضي الخصبة، الأشجار هي التي توقفها أحبائي. إذا أهمية الأشجار مهمة جدا جدا جدا. يا أخي تحبوا الأشجار؟ برافو أحبائي. مام عمو يزيد يحب يحب بزاف بزاف الأشجار. تحبوا الحكاية الثانية؟ أنا تاني نحب الحكاية. نروحوا دركا نكتشفوا حكاية أرنوب السريع. يلا معي أحبائي. أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية أرنوب السريع. واحد النهار في واحد الغابة كان واحد الأرنب، كما هذا الأرنب الجميل تاعي هذا، كان واحد الأرنب صغير وكان سريع جدا، دائما في قاع السباقات وكامل كان يغلبهم يربحهم، دائما يجري يجري يجري، كان سريع. واحد النهار نظموا سباق في القرية، هو قاع السباقات اللي كانوا يديروهم مقبل كان يربحهم. هذاك النهار جاو كامل 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 الحيوانات يتسابقوا معاه من قاع الغابات المجاورة، قال لهم نغلبكم كامل. قالوا له صحة. جاو نظموا هذاك السباق وانطلقوا في السباق، بداو يجروا. هاو كيما الأرنب هذا حب يجري، بداو يجروا بداو يجروا يجروا يجروا. هو كان سريع جدا، لما لحق المنتصف الطريق شافهم وراه كانوا بعاد 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 بعاد. كي شافهم بعاد قال ايه انا نسبقهم كامل، هادو نسبقهم. دركا واش ندير؟ نروح نرتاح انايا، نروح ندور شويه نحوس ومن بعد نرجع نكمل السباق دوك نغلبهم انا. راح خرج من الطريق تاع السباق وراح قاعد يمشي في الغابه، صاب هكذا الماكله الجزر والخس وكامل، قاعد ياكل ياكل ياكل. بعد كي شبع اي قال انا نتكى شويه تحت هاد الشجره، نتكى شويه عندي الوقت. هما تقال هما ما يجروش كيما انا، هما راهم يجروا يجروا يكملوا في السباق. بعد كي تكستل هكذا ورقد ورقد، بعد كي فطن تفكر السباق راح يجري. كي لحق للسباق واش صابهم؟ صابهم قريبين لحقوا الخط النهايه، حاول يجري 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 باش يلحق بهم ما قدرش وسبقوه، فاتوا خط النهايه قبل منه. هو اللي كان سريع كي راح يرقد وكامل ما قدرش يسبقهم احبائي. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمه من القصه هذه هي ان الانسان العاقل والخالق هو الذي يكون متواضعا ويبتعد عن الغرور. برافو 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 برافو. اذا احبائي من تواضع لله رفعه، الانسان لازم يكون متواضع احبائي، ما لازمش الانسان يسيبه الغرور ويبقى يزوخ باي حاجه. يا اخي احبائي والانسان يقدر يزوخ بحاجه برك، هي الاخلاق والعلم احبائي. يا اخي لازم يكون متربي ومتخلق. اذا احبائي عجبتكم الحكايه والحكمه كذلك؟ يلا معايا احبائي. كما شفنا في الحكايه من تواضع لله رفعه، الانسان لازم يكون متواضع احبائي. يا اخي حتى اصدقائك ما يحبوكش كي تكون زواخ بزاف عليهم، كي تكون متواضع يحبوك اكثر. يا اخي برافو. واش رايكم دركا احبائي نروحوا نكتشفوا مع خلود مداس مدينه جميله في فقره تعرف على مدينتي؟ نروحوا دركا اكتشفوا مدينة تيبازا مع خلود. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي خلود تفضلي بنتي تفضلي. مرحبا بكم يا أطفال. مرحبا. مدينة تيبازا، تيبازا هي كلمة فينيقية تعني ممر،
سميت بهذا الاسم لأنها كانت معبرا بين مدينة الجزائر العاصمة وإيول شرشال، كما عرفت المدينة باسم قرطاجية. تقع في شمال الجزائر، يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب ولاية البليدة، ومن الشرق ولاية الجزائر، ومن الغرب ولايتي شلف وعين دفلة. تقدر مساحة تيبازا ب 1605 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 591,010 نسمة، وتضم 10 دوائر و28 بلدية، وتعتبر ذات طبيعة فلاحية بنسبة كبيرة وصلت إلى 80%، وتشتهر بإنتاجها لفاكهة المشمش. نظرا لمعالمها الأثرية القيمة وأصالة تضاريسها، فإن تيبازا تعرف إقبالا كبيرا للسياح. نذكر من هذه المعالم: المدرج، الضريح الملكي الموريتاني ويعرف باسمه قبر الرومية، الحديقة الأثرية، مقبرة الحلفيه، ومعابد. برافو 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 بنتي. تيبازا الجميلة، تعرفوا تيبازا أحبائي؟ الشواطئ الجميلة، المدينة الرومانية، يا أخي الضريح الرومية كما يقولوا، يا أخي أحبائي جميلة تيبازا. وانتم أحبائي اللي مازال ما زرتوش مدينة تيبازا وولاية تيبازا، ما عليكم إلا تروحوا تزورها، وخاصة في الصيف، في فصل الصيف، وين تكون رائعة رائعة رائعة. أحبائي الحقنا دركا لفقرة رسائلكم. هذه الرسائل اللي جابهم لنا ساعي البريد، ورسلتونا بهم عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. تروح تجيبهم لنا ميميشا دركا باش نقراوهم لاصدقائنا الاطفال. احبائي وانتم كذلك الا حبيتوا ترسلونا باش عمويزيد يقرا الرسائل تاعكم هنا، ما تعرفوا واش ديروا، تروحوا لموقع الانترنت عمويزيد.com. اذا ميميشا تحيه تحيه ميميشا تحيه تحيه تحيه، برافو برافو. اذا الرساله الاولى عند مرهوني الدعاء، 13 سنة، مدينة الروينة، ولاية عين الدفلة. قلت لكم شكرا عمو يزيد على الحصص والحفلات التي تنظمها. إذا دعاء مرهوني بنتي، شكرا شكرا على هذه المراسلة الجميلة الجميلة، وعلى هذه الشهادة التي نعتز بها. الرسالة الموالية عند شحمة مروة، 8 سنوات، ولاية الأغواط. قلت لكم حصة جيدة جدا وأحبكم كثيرا. إذا شحمة مروة من الأغواط، شكرا بنتي شكرا شكرا بنتي. مهوبي نور، 11 سنة، مدينة سكيكدة. قلت لكم يعطيك الصحة عمو يزيد على هذه الحصة الرائعة، أنا أحبك يا عمو يزيد. إذن مهوبي نور، شكرا 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 على هذه المراسلة الجميلة الجميلة. ربطة رؤى سيرين، 4 سنوات، من الجزائر العاصمة. قلت لكم أحب البرنامج وأحب كل الأطفال. إذن رؤى سيرين ربطة، حنا تاني نحبوك يا أخي أطفال، نحبوها نحبوها. شكرا. الرسالة الموالية غلال ألاء، 10 سنوات، مدينة وادرهيو، ولاية غليزان. يا سلام على ولاية غليزان الجميلة والخصبة السهول الجميلة. مرحبا عمو يزيد، أنا ألاء وعمري 10 سنوات، أحب مشاهدتك وأتمنى أن أحضر معك في عيد ميلادي. ما هي شروط المشاركة؟ بنتي ألاء غلال، ما عليك إلى توجه الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا، ورح نكلمك حتما بنتي من إبرك الاستمارة وحنا نكلمك. شكرا شكرا شكرا. لحقنا دركا للجواب عن اللغز. الدول العربية على كم من قارة تتوزع، وما هي هذه القارات؟ شكون يعرف الجواب؟ تعالي بنتي.
أروح يا بنتي. ذكرين باسمك؟ حياة. حياة، شحال في عمرك حياة؟ 12 سنة. 12 سنة، شاطرة في الدراسة؟ نعم. شحال جبتي معدل؟ 13. الله يبارك بنتي، الله يبارك، شاطرة شاطرة شاطرة. على كم من قارات تتوزع الدول العربية؟ اثنان. على قارتين، ما هي هذه القارات؟ إفريقيا وآسيا. برافو، إفريقيا وآسيا بنتي، برافو 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 برافو. إذن أعطي الهدية تاعها. إذن بنتي حياة الشطرة، عمو يزيد يعطيك هذه الهدية الجميلة، إن شاء الله تستفادي بها بنتي. شكرا. العفو العفو بنتي، تفضلي تفضلي. إذن الدول العربية تتوزع على قارتين أحبائي، قارة إفريقيا وقارة آسيا، ياكي؟ برافو 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 أحبائي. أحبائي في كل حلقة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده هنا في حصة مع عمو يزيد. اليوم عندنا عيد ميلاد آلاء مكي. تعالي بنتي روحي 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 الشابة، روحي 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 بنتي. شحال في عمرك آلاء؟ 8 سنوات؟ شاطرة شاطرة بنتي شاطرة. إذن آلاء بنتي راح نغنوا لك عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا راح يجيبوا لنا الكاتو تاعك. إذن يلا غنوا معايا كامل آلاء عيد ميلادك أحلى عيد. يلا كامل كامل هكا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نديم يا سنة، وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نديم يا سنة، وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن آلاء بنتي عمو يزيد يشعل لك الشمعة، وانتم يا أحبائي ما لازمش قاعد تشعلوا الشمعة، الكبار هما اللي يشعلوا لكم الشمعة. ديروا معايا العد التنازلي لآلاء، يلا 8 7 6 5 4 1. طفينا الشمعة. برافو 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 برافو. إذن آلاء بنتي اعطيني الشهادة تاعها. إذن آلاء بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الشهادة، هذه هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم يا أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة كما هذه باسمه باش يحتفظ بها كذكرى يا أحبائي لتصويره حصة مع عمو يزيد. وآلاء بما أنك رسلتنا رامي يعطيك هذه الهدية الجميلة، هذه إن شاء الله تستفادي بها. كيف فرحانة؟ شحال كيف فرحانة؟ بزاف ولا غير شوية؟ قد البحر ولا قد السماء؟ بحر ولا السماء؟ بحر.
البحار. برافو برافو برافو. إذن أحبائي آلائي فرحانة بزاف، حنا تانينا فرحانين بزاف لأن معكم اليوم، وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقاو على خير، استنونا في نفس التوقيت، نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. أنا فرحانة كي جيت لحفلة عمو يزيد، فرحت بزاف، نحب هذه المزرعة ونحب نروح في حفلة عمو يزيد. كي حشوف عمو يزيد ونشوف الناس هكا هكا شابين وكاع. أنا في مزرعة عمو يزيد فيها كل حيوانات، فرحانة بزاف كي جيت لمزرعة عمو يزيد. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في